السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتكم. اليوم في الحضور ديال بنزيما، وجابوا السيد من فرنسا باش يحضر الماتش ديال الجزائر، وكانوا عوالين غادي يديروا له النقاط داكشي بالحضور الإعلامي والجماهيري. في الأخير تنهزموا قدام الفريق الغيني بجوج لواحد. شحال من واحد ما باش شاف الماتش يعتقد باللي الانهزام ديال المنتخب الجزائري في وسط التيران ديالو، في وسط الشهداء ديالو، غادي يخسروا بجوج لواحد. شحال واحد يعتقد بلي هذيك جوج لواحد راه تماركاو شي بيوز بشي طريقه عجيبه، ولا شي واحد ضربه فشي واحد ودخلات، ولا شي واحد مارك على راسه ودخلات. الغريب في الامر هو انه اللي غادي ماركي البيت نتاع غين نتاع الجزائر هو الغين، يعني الغين هي اللي ماركات على راسها ماشي الجزائر. ماشي الجزائر راه تماركاو عليها جوج بيوت من اجمل ما كاين في الكره، سورتو البيت الثاني. راه اللي شاف الكره كيفاش تسددات راه تيفكرني غير بالبيت نتاع مبابي في الفينال نتاع كاس العالم ضد فرنسا. ماتش رائع في الحضور نتاع بنزيما، وهلو ما جرى الاستقبال الرائع اللي تدار بنزيما، بطل قومي بالنسبه ليهم، راه محرر الشهداء بالنسبه ليهم. غادي يجيو غادي يروحو بيه بهذيك الطريقه هذيك كامله، وفي الاخير غادي يخسروا وسط التيران ديالهم قدام غينيا. هذا الماتش راه ماشي ماتش حبي، راه ماشي ماتش تحضيري، ماشي ماتش باش نخسروه وندوزو ماشي مشكل. هذا ماتش ديال اقصائيات كاس العالم، وما ادراك ما اقصائيات كاس العالم، وتخسر مع الفريق الغيني اللي هو المنافس اول ديالك وفي تيرانك. راه الجزائريين لدرجه انه التعراجي اللي ما عندوش مع الهضره في المنتخب ديالهم ما مولفش انه تنتقد المنتخب، قال لك واخا كانوا تعمدوا انهم يخسروا هذا الماتش هذا، ما غاديش يخسروا بهذا المستوى الرديء. هذا هو التعبير نتاع الدراجي في واحد البوست دار. وصراحه انا كنت نشوف بلادي تخسر بهذيك الطريقه في وسط تيرانها مع الفريق اللي ممكن انه ينافسني على التاهل لكاس العالم، ما تدوش، ما غاديش تدوز، لان ما عندها ثمن. وين نطلع عليكم والله الا تبقاو فينا، اقسم بالله انا بعدا صراحه تيبقاو فيا الجمهور الجزائري، لانني عندي بعض الاصدقاء الجزائريين وما صنبغيش نحكر عليهم، ولكن هادشي بزاف بقيتو حاضرين له. دابا القجع هو اللي ما خلاش بونجاح يماركي داك الكره، هو اللي قال داك الديفونسور زق وجبدها في اخر لحظه، وكانت اجمل انقاذات عاوتاني في كره القدم. الشبكه خاويه، بونجاح اللي ما مولفش يزقل الكره تيزقلها في وسط الكارو، الشبكه خاويه ضربها في الديفونسور في رجله وخرجت. صراحه هاد الماتش هذا خص الجزائريين يديروا له اعاده ويحاولوا يفهموا كيفاش توقع باش خسروا ماتش بهذه الطريقه هذه. وهذا الماتش هذا هو اللي يكون السبب الرئيسي نتاع الجزائر في الاقصاء ديالها من اقصائيات كاس العالم. معقوله ولا الهضره؟ هذا الماتش هذا فين خسروا في وسط تيرانهم ضد غينيا هو اللي غيكون السبب الرئيسي والمباشر انهم غادي يتقصاو من اقصائيات كاس العالم وما غاديش يدوزوا، لان اللي تنتوقع باللي امور المستوى اللي داو به دابا ما يستاهلوا الصراحه يدوز. غينيا عندها فريق زوين ويستاهلوا يدوز. الفكره انك تجي عند الجزائر في وسط تيرانها وتربحها بجوج واحد، تستاهل اخويا تدوز لكاس العالم، وتستاهل انك تكون عندك البلاصه ديالك، خدمتي على راسك وكاينه النتيجه. الجزائر ما ماشي مشكل النجوم، ماشي مشكل ديال رياض محرز نحيدوه ولا نجيبوه ولا، راه ماشي مشكل في داكشي، مشكل في ان اسبري ديكيب، مشكل ديال الطريقه كيفاش يفكر الجزائري بصفه عامه. دابا حاليا لان ما مركزش على التيران شنو فيه، ما مركزش على خططه ونبنيو خططه ونشوفوا كيفاش نزيدوا القدام، هم مركزين وتركيزهم كامل لا سواء عند المسيرين، لا سواء عند الاعلام، لا سواء عند حتى وقال المدرب ديال المنتخب، مركزين على براو يشوفوا القجع شنو دار والكولازه وهذاك الشيء، قجع القجع القجع القجع، لدرجه انهم ما لاقين ما يديروا في التيران. تنتمنى ان الميساج يوصل لهاد الناس هادو، لان ما كواسير تبقى مركز على واحد اخر وانت يا معوق، خدم على راسك انت وحاول انك توقف وتمشي على رجليك مزيان، علاش مركز على واحد اخر باغي يترسو حتى هو؟ هيك انت معوق، خدم على راسك، شوف راسك القدام، شوف راسك كيفاش غادي دير. هذه رسالة أي واحد، مبقاش مركز على الناس، ركز على راسك، خدم على راسك، شوف راسك انت شنو غادي دير،
وشنو عندك كنقائص تخدم عليهم تحيدهم، وشوف شنو هما نقاط القوه ديالك تخدم عليهم تزيد تقويهم في اي مجال كيف ما كان نوعه، وهكا غادي تزيد قدام وكلشي غادي يكون هواك. تنتمنى ان هذا الميساج يوصل. تحية لكم وليلة سعيدة، وإلى عجبكم هذا المحتوى هذا ما تنسوناش باللايك والاشتراك وشي كومنتات زوين. ليلة سعيدة.